اهلا بحضراتكم مره تانية. ايه اللي حصل للمصريين وليه حوار الدم اصبح بديل لحوار العقل؟ عنف الايام الاخيره بيطرح اسئله كتير عن شخصيه الانسان المصري الطيب المتسامح. راحت فين هذه الشخصيه؟ وليه حلت لغه الانتقام وتصفيه الاخر والكراهيه محل لغه التوافق؟ واخيرا السؤال الكبير، بعد اللي حصل فجر اليوم احنا رايحين على فين؟ هل ممكن نشوف في مصر مشاهد زي اللي بنشوفها في دول المجاوره؟ ايه هي مسؤوليه كل الاطراف والعقلاء للخروج من هذا المشهد الماساوي المحزن؟ معانا الاجابه على هذه التساؤلات العالم الكبير استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر استاذ دكتور محمد المهدي. اهلا دكتور بحضرتك وسعداء جدا بهذا اللقاء. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عايز اقول لك بعض الملاحظات عشان اسمع منك الشرح والتحليل. اليومين دول في ناس بتدعي على ناس، وفي ناس بتطلع وفي ناس بتنزل، وناس بتشمت في ناس، وناس مصممة تكمل اللي في دماغها عشان خاطر اهدافها. ولو حضرتك تبع دول هم ولا حضرتك تبع دوك هم، ولو انت تبع دول هم هتتشتم من التانيين وتتخون ويتقال عليك بعت القضية وتتسبب يعني في مشاكل كبيرة، ولو انت تبع التانيين الدوك هما اللي هي الجهة الواحد هتكفرك وتشتمك وتقولك عليك بتاع البياد. ويا سلام بقى لما تتشتم من الاثنين، يا سلام لما يكون كل واحد شايفك تبع التاني عشان قلت كلمة ما عجبتوش. السؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي حصل للمصريين؟ انا حللت صح؟ حللت صح ويعني فعلا وصلت توصيف الطبيعي والواقعي لهذه الحالة. على فكرة ده حوار غير سياسي على فكرة. صحيح. انه فعلا حصل نوع من الانشطار، واحيانا حتى هذا الانشطار وصل الى ما نسميه التشظي، انه مش بس بقينا كتلتين، لا ده حتى الكتل اتقسمت وتفتتت، ودي اخطر حاجة، اخطر حالة تصيب مجتمع، انه يبقى فيه كتل متصارعة وكل كتلة ترى الآخر بشكل عنصري. يعني حضرتك لو دخلت في عقل كل مجموعة وحاولت تقرأ بيه أو 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 توصف بيه المجموعة الأخرى تجد الأوصاف كلها عنصرية. فمثلا إيه؟ إنه الـ 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 الآخر ده متخلف، الآخر ده ظلامي، الآخر ده حتى أوصاف تستخدم أوصاف حيوانية. في وصف هذه الحالة بنقول عليها ان دي نوع من النظرة العنصرية اللي بتدعو الى الازدراء، وتدعو الى التحقير، وتدعو الى قفل منافذ الوعي تجاه الاخر. ده ما اقدرش اسمعه ازاي اذا هو كان في كل الصفات السيئة دي. لو رحت بقى للعقل المقابل يقول لك دول كفرة، دول منافقين، دول خارجين عن الملة، دول علمانيين، دول كذا دول كذا دول كذا دول كذا. فتلاقي الصورة الذهنية لدى كل طرف غاية في السوء عن الطرف الآخر. عشان كده الدعوة الشهور اللي فاتت دي للحوار كانت دعوة عبثية. ليه؟ لأنه لا يمكن أبدا طرفين يدركوا بعض بهذه الطريقة العنصرية، شديدة العنصرية الحقيقة، والسلبية أن هم يلتقوا أو يتحاوروا. إزاي أنت تتحاور مع شخص تصفه بانه حيوان؟ ازاي تتحاور مع شخص تصفه بانه كافر او 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 منافق؟ هينفع ازاي وانت يعني تتبنى هذه الرؤيه وهذا الادراك انك تقعد وياه منطقيا وعقلا؟ لا. عشان كده هنقول ايه؟ نقول قبل الحوار لازم يحصل تغيير في العقليه وتغيير في الرؤيه، انه احنا تورطنا في رؤيه شديدة السلبية لبعض. الرؤية الشديدة السلبية الحقيقة كانت نتاج لعملية شحن يعني متوازي على الطرفين، انه كان فيه اعلام على هذا الطرف يشحن شحن دائم ضد الطرف الاخر، وفي المقابل نفس الحكاية. ففضلت هذه المعركة من الشحن المعنوي للطرفين لحد ما بقوا في حالة يصعب تماما لقائهم. وبالتالي كل طرف لما كان يبقى في السلطة بيستبعد الطرف الآخر من الخريطة. وهنا ندخل في دوامة من العناد السياسي، ودوامة من المكايدة السياسية،
انه طرف الف وصل للسلطة، يقوم الطرف ب، الطرف ب يبقى كل همه وكل نشاطه موجه نحو افشال الطرف الف ووضع العقبات في طريقه. طيب طرف الف وقع والطرف ب بقى في السلطة، يبقى الطرف الف وظيفته الوحيدة هي افشال الطرف ب واسقاطه. فنحن في حالة من المكايدة والعناد السياسي، وده وضع الحقيقة وضع يكاد يكون وضع مرضي من الناحية النفسية، انه نحن نعيش حالة مرضية في المجتمع المصري في الوقت الحالي. ليه؟ لانه الحالة السوية والحالة الطبيعية عند البشر الاسوياء انه يكون هناك تفاوض وآليات لحل الصراع، لانه من سنن الله في الكون انه في اختلاف بيني وبين حضرتك، انت شايف الدنيا بطريقه وانا شايف الدنيا بطريقه، بس في الاخر بنوصل كناس عاقلين وبشر ربنا سبحانه وتعالى اودع فينا ملكات للتعايش والتفاهم وحل الصراع والتفاوض والوصول الى حلول تفيد الطرفين، ان احنا نعمل ده. لكن لما تنسد كل الطرق وأراك في صورة شديدة السلبية وأنت تراني في صورة شديدة السلبية يصعب معها اللقاء، فنحن في حالة مرضية، نحن في حالة بعيدة جدا عن السلوك السوي البشري. ده بقى خطورته تظهر في إيه؟ ممكن على مستوى النخبة يبقى فيه هذه المكايدة وهذا الصراع وهذا العناد، لكنه يبقى محكوم لأنه يعني النخبة تقدر تسيطر على نفسها. لكن لو صدرت ده للشارع لعموم الناس لا تستطيع السيطرة. ليه بقى؟ لأنه عموم الناس لما يشحنوا هذه الشحنات المضادة والمتصارعة بتفعل ده بعنف، عنف جسدي على طول. وده اللي حاصل في الشارع الآن، إن احنا صدرنا الشحن العنصري على الطرفين لعموم الناس على الأرض، للشباب والمتعلم وغير المتعلم والنص تعليم، وقلنا لهم تصارعوا واحنا هنقف نتفرج عليكم. طيب دكتور، اذا كنا بنتكلم على ايه اللي جرى للمصريين، طب حديث العنف، حديث يعني بقت فكره ان الناس بقت عندها يعني الشعور بالعنف بقى شيء طبيعي، ليه؟ والعنف ده ممكن يوصلنا لايه؟ الدكتورة نادية مصطفى كانت مع حضرتك في الفقرة السابقة قالت كلمة مهمة جدا، العدل. لما يكون هناك إحساس بالعدل ما تحتاجش تمارس عنف. لما يقع الإحساس بالعدل الإنسان بيشعر بفقدان الإحساس بالأمان. ففي حالة فقدان الإحساس بالأمان وفقدان الإحساس بالعدل بيبقى الإنسان عنده يعني رغبة في الدفاع عن ذاته وعن بقائه وعن وجوده، فبيبقى شديد الاستثارة وسريع الاستثارة وعنده قابلية عالية جدا للاشتباك. وده اللي حاصل في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي وفي اللي فات، انه غايب الاحساس بالعدل وغايب الاحساس بوجود الامن والقانون والسلطة وهيبة الدولة، لانه الانسان بطبيعته فيه غريزه عنف. يعني احد الغريزتين او يعني احد الغرائز الاساسيه عند الانسان غريزه العنف، وفي غريزتين مهمين جدا واقويه جدا في النفس البشريه، غريزه الجنس وغريزه العنف. غريزه الجنس دي وسيلتها او يعني وظيفتها المحافظه على بقاء النوع، فدي بتتبع قانون الحب. غريزه العنف والعدوان تتبع قانون الصراع في الحياه. ف العدوان والعنف هو في النفس البشرية موجود أساسا، مش مستجد عليها، لكن بتهذبه وتنظمه وتقمعه أو تكبته كذا حاجة. أولا الضابط القانوني والضابط الأمني والضابط المجتمعي والضابط الأخلاقي، في كذا ضابط للعنف. في حالة السيولة وحالة الانفلات الأمني وحالة الضعف الأداء القانوني في المجتمع الحالي، تقريبا الأربع ضوابط دول ضعف أو اهتزوا أو اهترقوا، فبالتالي غرائز العنف طلعة. فعشان كده تلاقي لأي احتكاك بسيط
الموقف يشتعل، ولا يمكن تقدر تلاقي انه حد قادر يتفاهم مع حد او حد قادر يسمع لحد، وكل واحد بيتبنى موقفه رؤيته. والناس للأسف الشديد برضو يا دكتور عمرو واقعين تحت ضخ معلوماتي وإعلامي شديد الوطأة، انه الحدث الواحد تلاقي له 100 رواية، وده عامل حالة تشوش شديد عند الناس. في كمان إشاعات هائلة بتخلق جوه الناس حالة من المشاعر والانفعالات شديدة السخونة. يعني طول الوقت الناس قاعدة تسمع كلمات وتسمع إشاعات بتخليها في حالة جاهزية للعنف. وأنا عايز برضو إيه يعني أشير إلى أنه يعني إذا احنا في المجتمع دلوقتي وفي الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي، يجب أن نفهم نفسية البشر، ومش نفهمها حتى كناس عاديين كده، لأ، أنا أرجو أصحاب السلطة اللي هم في إيديهم دلوقتي، الرئيس المؤقت والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأمور أن هم يفهموا طبيعة المصريين، ويفهموا بوجه خاص سيكولوجية التيار الإسلامي في الوقت الحالي. ليه بقى؟ لأنه التيار الإسلامي دلوقتي هو اللي في أزمة، وهو دلوقتي الأولى بالرعاية، مش عشان خاطر عيونه، لكن عشان هذا التيار الآن في أزمة ويمكن أن يحدث أزمة. فبالتالي بنقول للي في ايديهم مقاليد الأمور، حاولوا تعرفوا التركيبة النفسية لهذا التيار في هذه الظروف. هذا التيار لديه تاريخ طويل من الاضطهاد والمظلوميات والإحساس بأن هناك مؤامرة كونية ضده، لأنه تعرض لخبرات اضطهاد كثيرة من حكومات وأنظمة مختلفة. بصرف النظر بقى هو كان له دور في هذه المظلوميات ولا ملوش، لكن ده حصل، اعتقالات وتعذيب وتغييب ومصادرات في الأرزاق وحاجات كتير بالشكل ده. هذا التيار لديه تراكم خبرة سلبية في التعامل مع الشرطة ومع المؤسسة العسكرية، وفي خبرة يمكن بتستدعى في ذهنية التيار الآن، انه في بداية ثورة 1952 كان حصل تجمع كبير جدا للإخوان في ميدان عابدين، وعبد الناصر في هذا الوقت شاف هذا التجمع فاتخض جدا من يعني هذا الحشد الكبير. فطلب عبد القادر عودة الله يرحمه وقال له يعني اصرف هذا الحشد واحنا هنتفاوض وننفذ الطلبات يعني. فجاء عبد القادر عودة وبإشارة واحدة من يده او من يده صرف هذا الحشد. عبد الناصر اتخض انه ازاي فرد له هذا التأثير على هذا الحشد الضخم والكبير نسبيا وقتها. بعدها بعدة ايام كان عبد القادر عودة ومعاه خمسة من قيادات الاخوان اعدموا، وتم ايداع غالبية ان لم يكن كل اعضاء الاخوان في السجون والمعتقلات. الخبرة دي بتستدعى في الذهنية دلوقتي، وده يمكن يفسر برضو انه ازاي الناس متشبسة في الميدان رابعة هل النهاردة الحدث اللي حصل يطلع اللي حصل اللي حصل النهاردة في احداث الحرس الجمهوري، شايف ايه؟ يعني شايف حضرتك ازاي وتصل بينا الى ايه؟ انا شايف دي جزء من سياق عام متوتر وعصبي وفي حالة اندفاع. يعني ايه؟ الناس كلهم، الناس العاديين والناس اللي في السلطة والناس اللي في الإعلام، الكل بيتكلم بطريقة متوترة وعصبية. وأعتقد أنه الاستجابة اللي كانت عند الحرس الجمهوري النهاردة كان فيها هذه العصبية وهذا التوتر. يعني على الرغم من أنه الروايات متضاربة ما بين الرواية الرسمية ورواية الناس اللي كانوا في الميدان، واحنا في انتظار التحقيق، واتمنى انه احنا دلوقتي على راس الدوله رئيس المحكمه الدستوريه، وهو يعني قياده قضائيه رفيعه وعاليه المستوى، نتمنى ان المره دي نشوف تحقيق موضوعي وانه يطلع نتائج هذا التحقيق في فتره قريبه عشان الناس تطمئن وما يبقاش فيه نزعه للثار او العنف الشعبي. أنا أعتقد أنه
ما حدث اليوم عن كان يعني عنف مبالغ فيه، حتى على افتراض انه كان هناك تجاوز، كان يعني كنا نتوقع انه تبقى الاستجابة محكومة على اساس انه المؤسسة العسكرية او الشرطة دي اجهزة منضبطة، يعني بتتصرف بحكمة اكثر ولا يموت كل هذا العدد، وكان فيه ممكن انه خطوات اخرى تتخذ تتفادى يعني قتل هذا العدد الكبير. الحقيقة حصل حاجة النهاردة، حالة توتر وعصبية يعني لفتت نظري. بقول لحد النهاردة يعني مات 51 واحد. قال لي احسن. الجملة دي انا وقفت عندها، عايز تفسير من حضرتك ليها. هي دي حالة الشماتة والتشفي اللي سادت بعد 30 يونيو للأسف الشديد. الناس طلعت في 30 يونيو، يعني فريق من الناس اللي طلعوا يوم 30 يونيو ما طلعوش بنية انه تصحيح مسار الثورة، وانما طلعوا بنية اسقاط الاخوان. ودول لم عشان في يعني نزاع تاريخي وثأر تاريخي بينهم وبين الاخوان، بصرف النظر بقى اخوان كويسين ولا وحشين ما لناش دعوة بده دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على الحالة النفسية. فهذا الفريق اللي بينه صراع تاريخي مع بينه وبين الاخوان، وقت ما السلطة الإخوانية سقطت أظهر التشفي والشماتة، ولم يخفي هذا، وإنما خرجوا على القنوات الفضائية يتحدثوا بهذا التشفي وهذه الشماتة. في الوقت اللي دلوقتي طيار الإخوان والطيار الإسلامي عموما طيار جريح، تختلف معاه أو تتفق تقول ده غلط، ده ما قدرش يدير الأزمة، ده ما قدرش مش عارف إيه، ولكنه في النهاية طيار جريح. وإحنا في القوانين الطبية لما يكون في واحد مجروح أو مصاب لا يصح ولا يجوز إنك تقعد تلومه وتقعد تنقح فيه وتقعد تقوله أنت اللي غلطان وأنت اللي تستاهل، ده غير أخلاقي، ده عمل غير أخلاقي، وإنما تساعد هذا الجريح على مداواة جراحه. للأسف الشديد هذه كان في جراحات كتيره، في ناس يعني ماتت خلال الفتره اللي فاتت. صحيح. كان في يعني جراحات كتيره، جراحات شديده، وما زالت هذا الطيار مجروح، وهذا الطيار يحتاج لاحتواء ويحتاج والطيارات الاخرى، بتكلم عن الطيارات الاخرى. بس انت ايه، انت احنا حتى في الاصابات لما بنيجي بيبقى في حادث ولا حاجه بنحط ثلاث علامات، في علامه حمراء وفي علامه صفراء وفي علامه خضراء في مكان الحادث. الطيار الاسلامي دلوقتي يتحط عليه علامه حمراء، طيار مصاب، طيار جريح، هو غلطان ولا مش غلطان مالناش دعوه، مش دي قضيتنا الوقت، لكن ده طيار جريح يحتاج. ودول ناس مصريين، ما هماش اعداء. للاسف الشديد في رسائل اعلاميه تصورهم الان على انهم ناس اعداء للوطن واعداء للشعب وخونه وكذا وكذا وكذا. الرساله دي رساله خاطئه جدا، مش عشان خاطر برضه عيون التيار الاسلامي، ولكن علشان خاطر السلام المجتمعي. لان انت لما تصم طيار باكمله بانه طيار خائن او انه طيار ارهابي، انت خلاص حطيت هذا الطيار في حالة عداء مع المجتمع. طيب هو هيحاول ياخد مواقف دفاعية، يا اما يتمترس ويجمع مع بعضه علشان يحمي نفسه، لانه لو حاسس انه لو اتفرق الاخر برضو اتهم بالعمالة والاستقواء بالاخر والخارج. ما احنا ما بنتكلم بالكلم على الكل، بس احنا لما بنركز شويه على الطيار ده لان الطيار ده هو الجريح دلوقتي. لكن هي القاعده دي تنفذ على اي فصيل مصري، انه لا ناخذ هذا الموقف المتشفي ولا ناخذ هذا الموقف الانتقامي، وما نفرحش في حد ان هو وقع ونقول يستاهلوا ان يموت منهم كذا. لا، دول في الاخر مصريين، فاحنا الفتره دي الحقيقه محتاجين. بس كان في مظالم كثيره، الفقر زاد والبطاله زادت يعني، والناس شعرت ان الاحوال لن تتغير لن تتحسن، وده كان احد اسباب خروج الناس في 30 يونيو. الملايين اللي خرجت كان فئات خارجه لاعتبارات محدده، يعني مثلا الثوار طالعين عشان استعاده الثوره او تصحيح مسارها. الناس اللي كانوا واقفين في طوابير البنزين والكهرباء بتقطع عليهم طلعوا عشان البنزين والكهرباء. الناس بتوع النظام السابق طالعين بهدف استعاده وجودهم في الخريطه الوطنيه. سيادتك ليك كتاب معروف عن جذور ثوره 25 يناير، واظن برضه ثوره 30 يونيو ليها برضه جذور يعني. اما انا بكتب فيها دلوقتي. الكتاب عن عبقريه الثوره. فهنا
الحشد اللي طلع في 30 يونيو ده حشد مختلف شويه عن بتاع 25 يناير. يعني التركيبه يعني ما هياش متناسقه قوي، يعني تقدر تقسمها كده، في ناس طلعوا لاسقاط الاخوان، وناس طلعوا عشان تحسين الاحوال، وناس طلعوا عشان استعاده الثوره. عشان كده انت قلت في عبقريه 25 يناير، طب ايه العبقريه في 30 يونيو كما ترى حضرتك؟ عبقريه الحشد يعني. عبقريه 30 يونيو انه كان حصل حاله انقسام شديده جدا في المجتمع المصري. وكانت وصلت مصر لحافه الحرب الاهليه، وطبقا للتقسيمات العالميه في على متصل الحرب الاهليه كانت مصر وصلت للدرجه الثالثه في على متصل القبليه للحرب الاهليه. وكان فاضل علشان تدخل في حرب اهليه، وده ما زال الوضع ده قائم حتى الان، فاضل على قيام حرب اهليه ان يموت 1000 من احد الطرفين او كليهما، او تحدث اغتيالات سياسيه مؤثره لبعض الرموز السياسيه من هذا الطرف او ذاك، تقوم الحرب الاهليه على طول. وده اللي رعبنا دلوقتي، انه القتلى الكتير دول بيقربوا مصر من الحرب الاهليه. عايز اوريك فيلم عن الراجل اللي كان بيرمي، المشهد الشهير اتعرض امبارح، اعترافاته وهو بيعترف، وكان اللي رمى الشاب اللي على المبنى العام وموته. هنشوف اعترافاته عشان نتكلم عليها شويه. مؤلم جدا. نشوف الاعترافات بتاعته. في 5 بيرموا طوب فوق العمارة، وانا شايف هم كانوا شايفهم بعيني. فضلنا نتقدم في الاشتباك لحد ما وصلنا لحد بوابة العمارة، كسرنا باب العمارة وطلع مجموعة كده من المتطوعين، محدش يعرف التاني، كانوا بيقولوا مين اللي معاه السلاح. فانا كان معايا مطوة طلعت بيها، ولقيناهم كلهم فوق سطح الخزان. الخزان فوق غرفة، كان الخمسة فوق سطح الخزان. كان فيهم واحد بشعر ناعم، لابس تيشيرت اسود وشعر ناعم، سبيل الدين. فالكلام دوت اثار غضبنا اكتر. طلعت عليها، طلعت على سطح الغرفة، كان في واحد طلع قبل مني لابس تيشيرت ابيض من المجموعة بتاعتنا، على سطح الغرفة مش سطح الخزان. وبعدين بقيت الناس اللي تبعنا طلعوا، انزل، لا مش نازل، احنا مسلمين، طب انت هتقتلونا؟ لا هنقتلكوا. انا قلت له انا مش هقتلك، بس انا هدبحك. واحد اللي هو ابو شعر ناعم ده قال خلاص هتقتلني، طب خد الطوبة دي. فاداها لواحد من اللي معانا، فقال له لا انا مش هضربك بيها. فقمت انا واخده وضربها عليهم، حدفتها عليهم. فواحد كان طالع يجيب الشخص اللي هو شعر ناعم ده. فطبعا المجموعه كلها انتابتها حاله غضب، منهم انا. انا كنت يعني بغزه بالمطوه كده في جنبه، هو مسك ايدي كان بيقول لي لا يا شيخ لا يا شيخ، وانا توقفت. يعني لما قال لي كده توقفت. بص عليه علامات من دوت يعني تثبت صح الكلام. فهم ماسكين، وكان قصدهم يرموه فوق سطح الغرفه، فوق سطح العماره، فوق سطح العماره، مش من فوق الخزان. ده اول واحد اترمى، يعني كان رامي مش غرض القتل، لان كان في ناس برضه تحت واقفه، احنا كنا مسيطرين على المنطقه ديت، فكان في ناس بتطلع. فوقع على حرف السور، وقع في المنور، ده اول واحد. بعد كده انا يعني جالي حاله ذهول، وقلت احنا عملنا ايه؟ وبصيت جامد كده
وبقيت يعني مش قادر اجمع الموقف اللي احنا عملناه. واحد قال احنا كده، انا كده يعني هو كان كده ميت ميت، انا ما طلعتش في قصة الخزان، هما نزلوا لي واحد برضه لابس وشعره ناعم برضه، كان في حالة زعر جامدة جدا، فانا خفت الا يقاوم فضربته 3 ضربات على دماغه كده برضه بحس انه يتعور، فلقيته بيقول لي فحسيت بخوف جامد في عيني، فقلت له انزل، بعمل له كده بايدي يعني، فهو نط من فوق، كان في حاله هلع، نط من فوق الغرفه نزل على رجله ما وقعش يعني. واحد صاحبي اتصل بقى قال لي صورك ماليه الفيسبوك وكده، والفيديو واضح جدا وصورتك واضحه جدا. عملت ايه؟ هربت. عملت ايه يا ابني؟ حلقت دقني وحلقت شعري في البيت، دعوت الام اللي اتقتل ابنها ديت عليا، زائد ان عرفت ان انا كده كده هتمسك، مفيش اي حد اكبر. انا بقول لحضرتك انا بطالب الحكم عليا بالاعدام، هقول كده قصاد النيابه، ربنا يوفقني، بس ان انا كلمة تقيلة على اللسان، ربنا إن شاء الله يجريها على لساني، وبطالب إن الفيديو ده يكون في النيابة. يعني أظن اعترافات غريبة وخطيرة، شخصية مريضة، محتاج أسمع منك. هو ده عايز تحليل كتير أوي، بس أنا أختصر في الكلام. يعني منين يعني يدعي الالتزام ويدعي انه يعني مربي دقنه، يعني منين يدعي ذلك ومنين هذا السلوك يعني؟ هنا دي فكره الشحن اللي كنا بنتكلم عنها، انه خطوره انه تشحن شباب كتير جدا بشحنه سلبيه تجاه الاخر، انه هذا الاخر يعني يحارب المشروع الاسلامي او يحارب الاسلام. فهنا نقل الصراع السياسي الى انه يكون صراع ديني عمليه خطر جدا، لانه بيخلي الحرب حرب مقدسه، ويخليك تبقى داخل كانك بتقتل كافر مش بتقتل مصري زيك مسلم او مسيحي، فهنا بتبقى طاقه الغضب عاليه جدا، والاخر ما بيبقاش واخد يعني ما بيبقاش واخد الصفة الإنسانية والبشرية قدام هذا الغضب وهذا العدوان. تلاحظ حاجة، إنه هذا الشاب عنده علامة صلاة، يعني راجل بيصلي وله علاقة بربنا سبحانه وتعالى وهو مربي دقنه، لكن في حاجة خطيرة، العلم اللي على ظهره هو أقرب لإنه يكون علم القاعدة، فهنا برضو تقدر تعرف إنه شيلته لهذا العلم إعلان الهوية، هوية القاعدة اللي هي تيار اجتثاثي راديكالي لا يعترف غير بتصنيف البشر لصنفين، مؤمن وكافر، فهو دخل بهذه العقيدة علاقة مؤمن بكافر أو صراع مؤمن بكافر. وحضرتك زي ما انت شايف كده انه هو ما هوش معتاد إجرام يعني، وبالتالي حصل عنده شعور بالندم، وده شعور طبيعي، وبيتمنى ان هو يعدم وان هو يموت. لو ده معتاد اجرام من زمان ما كانش هيبقى عنده الحكايه دي، بالعكس كان هيراوغ ويحاول دفع يعترف بالطريقه دي وينكر ومشاعره بالطريقه دي. ده بيقول لنا حاجه مهمه جدا، انه في سياق ما في شحن شديد للشباب بشحنات دينيه او شحنات عنصريه على الطرف على الجانب الاخر، ما هو الطرف الاخر بيمارس برضه شحنات عنصريه، يعني كلمه خروف كلمه عنصريه جدا، لما انت تصم شخص اخر بانه خروف او تصم تيار بانهم خرفان فدي برضه وصف عنصري، فالوصف بالكفر والنفاق وصف عنصري، والدعاء عليه ده شحن عنصري، والوصف بالخرفان برضه شحن عنصري. ده لما يتقابلوا بقى الاثنين المشحونين عنصريا تتوقع كل الوان العنف. وهنا كمان احنا بنقول ايه، لما يبقى الـ الافراد دول في مجموعة وفي حشد يمارس عنف،
الفرد ده يطلع منه تصرفات وسلوكيات مختلفة تماما عما يكون الشخص ده لوحده. يعني يمكن يكون لوحده خجول ووديع وما يقدرش يذبح فرخ، لكن في وسط سياق عنف ومع حشد كبير مستثار استثارة عالية يمكن أن يأتي بأبشع الجرائم. يعني جريمة بشعة جدا، أنا كل ما بفتكرها بتهزني هزة شديدة جدا، لكن عملها شخص في لحظة وضعه في هذا السياق. تنصح الشعب المصري بإيه في نهاية الحوار؟ كأستاذ وطبيب وعالم كبير في حالة الأفزل الانقسام اللي احنا فيه، وكل واحد بيخون التاني، كل واحد بيشتم التاني، ولو انت مش معايا لازم اشتمك، ولو انت قلت رأي غير رأي يبقى انت يعني ممكن تبدأ من اول بكرهك الى السبب الاب والام. حالة بقت صعبة جدا، اعرف ناس اخ واخوه مختلفين عشان خاطر السياسة، اعرف زوج وزوجته مختلفين وطلبة الخلع عشان السياسة، اعرف اب وام مختلفين عشان خاطر السياسة. حالة انقسام شديدة ولدرجة ان كل واحد ينظر للطرف التاني بعداء شديد رغم انه كان الامس صديقه وحبيبه وقريب منه. صحيح، انا في الازمة دي دلوقتي، يعني انا رغم ان انا محايد جدا وبلتزم بالجانب المهني. طب ما احنا محايدين بنلتزم برضه. خسرت ناس كتير من اصدقائي وحبايبي. تقول اي حاجه انت ولا تقيس على حياتي، انت لازم تبقى يا الف يا بيه. حتى ده بقى تصنيف. تقول للناس دي كلها ايه؟ انه العوده للعقل والعوده للحياديه والموضوعيه، لانه الكل خرج عن نطاق العقل ونطاق الحياديه والموضوعيه، والكل تورط في الاستقطاب بدرجة أخرى، أو ورط الآخر في الاستقطاب. يعني ممكن أنت ما تكونش مستقطب لكن تصنف وتوضع في أحد قطبي. أما أنت لازم تكون يا ألف يا به أسرع، لابد تتصنف يا ألف يا به. لكن النصيحة لوحدها مش كفاية دكتور عمرو. الشعب المصري يحتاج لعلاج، والعلاج ده الحقيقة يجب أن يقوم عليه العقلاء والحكماء والعلماء. وأنا يعني بستنهض هذه الفئة بالذات دلوقتي، ما يستخبوش وما يبعدوش عن الصراع بحجة انه ما لناش دعوة لحد ما لا، بالعكس انت محتاج دلوقتي علاج. وعلى فكرة العلاج علاج سياسي، علاج نفسي، علاج اجتماعي، علاج ديني. عايزين نخبة ومجموعة من العلماء يقعدوا ويحطوا خطة للعلاج. وعلى فكرة احنا عاملين مجموعة اسمها نفسانيون من اجل الثورة، غالبا هنجتمع يوم الخميس الجاي. احنا اجتمعنا كنا بنتكلم عن الثورة، وفي عنوان ليهم او رقم تليفون بنحطه على الشاشة عشان كل واحد يشعر انه عنده مشكلة نفسية يكلم الدكاترة. احنا غالبا هنجتمع يوم الخميس المفترض في نقابة الاطباء، لسه هنحدد الموعد وهننزل الموعد لما نحدد الاجتماع، لان احنا بس كنا على عجل شوية بعد اللي حصل ده. احنا كنا شغالين من ايام ثورة 25 يناير، واجتمعنا وقدمنا مشروعات كتير لجهات كتيرة جدا في الدولة. للأسف الشديد كان الناس قافلة دماغها لانه في جانب نفسي شديد جدا او شديد الاهمية في الصراع الدائر الان. انا مش بقول ده الجانب الوحيد لكن ده جانب مهم، وزي ما في دلوقتي يعني الجانب النفسي اشتغل، الجانب الاعلامي عايز يشتغل. الاعلام ساهم دون ان يدري في الشحن والشحن المضاد، وكان دائما بالمناسبه دكتور اسالك سؤال، انا هنا بيرى بعين واحده وهنا بيرى بعين واحده. انا يمكن دكتور في الاعلام بس عايز اسالك برضه كدكتور علم نفس، هو المفروض الاعلامي يبقى محايد ولا يكون مع طرف الف او طرف ب؟ يكون عادل. يكون عادل. يكون عادل. نعم. الـ 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 العدل في كل حاجه. انت عارف يعني محايد. حتى لو ما قدرش يبقى محايد، العدل على فكره غير الحياد. نعم. يعني حضرتك بس انت قلت لي بقى يعني ماشي على الطريق الصح. يعني حضرتك ممكن يكون لك موقف مثلا مؤيد لجهه ما، ولكنك بعدلك تحفظ للجهه المقابله حقها. ويعني مثلا ايه؟ دلوقتي في نوع من الاعتقالات بشكل ما للتيار الإسلامي. ما لقيتش حد خرج من التيار الآخر يرفض هذه الاعتقالات. كان نفسي برضو حد من التيار الآخر يرفض قتل المعتصمين أو المتظاهرين على الرغم من اختلافه معاهم. مثلا قفل القنوات، في قنوات الدينية اتقفلت،
احنا لينا تحفظات كتير على القنوات الدينيه وادائها ورسالتها، احنا مع ان اي شيء يتم بالقانون بالزبط. وليس بالقوانين الاستثنائيه. قفل القنوات الدينيه زي مرفض قرص القنوات الدينيه. احنا ضد اغلاق القنوات الدينيه، ضد اغلاق القنوات العامه، ضد اغلاق الصحف الا بالقانون وميثاق الشرع. هو ده العدل، وده اللي بيضمن الاستقرار في المجتمع، وده اللي العلماء والحكماء والعقلاء اللي انا بقول لحضرتك ان احنا محتاجين استنهاض هذه الفئه الثالثه اللي هي في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في الأمر. الفئة الثالثة العاقلة والحكيمة من كل التخصصات عايز تطلع تعالج هذه الحالة المرضية في المجتمع المصري قبل أن تستفحل وتصبح حرب أهلية. أستاذنا الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي والعالم الكبير اللي بنجيل له بنحترمه في جامعة الأزهر، شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك إن شاء الله بإذن الله. بعد الفاصل، رمضان على الأبواب، يا رب يكون أيام جميلة علينا، يا رب نرجع تاني وإحنا بنصلي صلاة التراويح ندعي ربنا، ندعي البعض مش ندعي على بعض. بعد الفاصل الشيخ العالم الجليل الشيخ محمود المصري، تابعونا.